الكورنيش الجديده ديال غلاطه او مارينا غلاطه جديده، كانت زوينه، فيها مطاعم الداخل، فيها محل تجاريه. ايوا لبسوا مزيان، تكبطوا مزيان، رايه تركيا الاوروبيه وغايه تركيا الاسيويه. ساهل كتركبوا في الفيري دغيا كتوصلوا، زوينه، الله يسهل عليكم ان شاء الله تجيو نتوما. اللي باغي تركيا الله يسهل عليه يجي ليها ان شاء الله. حنا غنشوفوا دابا واش ما حد باقي ساد فيا البنج، يلا خرج عندهم البنج، نحاول ناكل نتعشى قبل ما يطري لي البنج. جينا لسوق احمد اخر مره كنا جالسين هنا واحد الدار هنا، كنا واحد البارك هنا، كنا طلع فوق كنطلعوا التراب والكرون بازا. جون مايرا ما يخرج مايرا ما يقدر يصور. هذه هي الدار كنتسناو يجي واحد منا. الصراحه كيعجبني انا نجي للسلطان احمد، شعبي وكي كل شيء، ما تقنطيش ما نقنطوش انا، بعدا كيعجبني التقسيم، ما كتعجبنيش من غير داك شارع الاستقلال، ما كتجيني مملة. هي لابارتمون اللي خدينا في سلطان احمد، زوينة الصراحة حتى هي، نقية، ديزاين زوين، الكفازة، سيجور، لا بوتيت كويزين، ثلاجة، وهنا هي الحمام اعزكم الله، وهنا جاكوزي، واخيرا واخيرا شوفوا زوين ديزاين ديالها صراحه. وكيف ما في اير بي ان بي كيما لقيناها واحد المره، مشكلين واحد لابارتمون بانت لينا كبيره وزوينه، ملي جينا ليها لقيناها صغيره ماشي بحال نفس الفيديو. سير مهم، نهار جديد، فلوق جديد، نوريكم شنو ونخليكم فيديو. خرجنا دابا من الدار اللي خدينا في سلطان احمد، خرجنا غنتمشاو شويه ونطلعوا ناري، طلعات العقابي كيعجبكم، غنطلعوا الفوق شويه محمود باشا وداك الشيء، ومن بعد غنمشيو عندنا الدونتيست في الليله عاوتاني غنفطر، مكنقدر ناكل والو، عيدان وناصر. المهم هنا هذه هي الدار اللي كنا كارين هنا داك العام عامين، هذه باش كنت درت لكم فيديوهات قدام ديال تركيا، وباش كنت درت الشفط نوريكم الدار اللي كنا كارين جالسين فيها. ومن هنا خديت داك القطيط ديالي السلطان، هذا حلو ولا باقي؟ هذا كمسدود، راه هي هذه هنا فين كنا جالسين في الدار هذه، ومن هيها جبنا السلطان ديناه معنا الميريكان، وتبارك الله دابا راه عنده عامين والصف. دابزه بتركيا، دابزه بتركيا.
شامي مو مش كنت طاقه معاهم تي كتفرج من دابا وهاد الزنقة هاني كنا نسنا فيها شحال هادي واحد لوطيل شوفوا الالوان تفهموا كيف يزدح هانية ما بغيت نشرح لكم شو هي ولكن فهموا كيف يزدح شوفوا شحال زوين هذا هنا كنا على اليمين جالسين فواحد الاوطيل شحال هاتشوفو البرد والسم بحال غيطيح حتى للشموين تشوفوني سكنت تعرفوني صافي مبقيتش قدرت غنطلعو من هنا ولا مزنقة لاخر المهم هاد الزنقة تا هي عرفتو جا ما يطلعني كل ما كنطلع فشي كبر عرفتي فمي كيبدا يزدح عليا موي ما عرفتش تسمعوني ولا لا انا غطيت فمي لكن البنية زوينة فيها مطاعم كتخرجو كتلقاو فيها مطاعم وكتخرجو كتلقاو البوسفور كاين واحد السوق زوين تا هو كيبيعو فيه الخضرة والحوايج غنطلع وحدة أخرى أهم حاجة تلبسو شي حاجة كونفورطابل في رجليكم لبسو شي سبرديلة كونفورطابل هذاك اللي شريت من عنده شي ضربيات زوينين مديتهم معايا الميريكان وحده كبيره وسنين هادي شريت وحده كبيره 15 دولار خفيفه
وطيل ديال الطيحانه. هذا واحد المره خديت من عنده حلوه لولدي، كان عنده عيد ميلاد، كان عنده عيد ميلاد وخديت لي حليوه بيرسوناليزي، داروا لي فيها تصويرته وكل شيء. هذا واش هو هذا ولا واحد اخر؟ لا واقيلا واحد اخر، انا نوريكم. صح يقول لك اقلب على هذا الحانوت. لا اللي كنا هذا كنا كناكلو عنده الحوت، عنده الحوت. شوفوا مرحبا شحال زوينه، دايره العوينات كحلين كحله، شي حاجه رطبه ولا فهمي شي سوب. سوب د تاكيش لا ما نقدرش. واحد كل طونسي غط السوب سمك تمام فيش سوب تمام. اوكي كاين شي حوت رطب قليه هذا ولا هذا كان هنا سادين لتحت، كنا كنطلعوا الفوق وناكلوا عندهم. ما شفتوا هذا الجزء الاول، ننتظروا ان شاء الله الجزء الثاني ما تشوفوا حتى بلاصه. ومهم انا شربت هذه الشوربه والحوت يفرتت شويه في الشوربه باش نقدر نشربوا. المهم عندهم الحوت زوين بزاف هذو لي زونشوا. ونتمنى الفلوق ديال اليوم يكون نال اعجابكم وخليتكم فرحت. الله مع السلامه.